إذن مشاهدينا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلقت فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الثامنة التي تستمر إلى 12 من الشهر الجاري في إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي، وهي التظاهرة الأكبر في الشرق الأوسط التي تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، إذ يأتي المهرجان لهذا العام كأول فعالية دولية تحتفل بالثقافة والإبداع. ويسعدنا أن نرحب بالسيد إبراهيم خادم مدير إدارة تطوير الأعمال في مؤسسة الإمارات للآداب. يا مرحبا بك ويانا، وأهلا وسهلا بجودك ويانا. أكيد أهلا وسهلا فيك. اليوم ما بنتكلم عن المغامرات وإنما بنتكلم عن مهرجان طيران الإمارات للآداب. شو تخبرنا عنه إبراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة دبي للإعلام، حقيقة هي الداعمة دائما لفعاليات وأنشطة المهرجان. واجبنا أكيد. الله يبارك فيك. طبعا المهرجان يقوم المهرجان تحت رعاية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. المهرجان للسنة الثامنة على التوالي، يستقبل المهرجان يعني حتى الآن رصدت الأرقام من أكثر من 37,000 زائر. نعم 37,000 زائر طبعا من مختلف دول العالم، كون أن المهرجان هو مهرجان طيران الإمارات للأدب، والكل يعلم طيران الإمارات أكيد. وهي يعني تركيزها طبعا على العالمية، ودبي أيضا مدينة عالمية. مهرجان طيران الإمارات أيضا يستضيف أكثر من 160 كاتب ومفكر وأديب نعم من مختلف دول العالم، يعني ليشكل مذاقا ثقافيا متنوعا، فالكل يتذوق، فكل من يتذوق الأدب وكل من يتذوق الشعر ولكل من حتى من يبحث عن الكلمة سيجده في مهرجان طيران الإمارات للأدب. حلو حلو. اليوم جديد هذا العام، نحن يعني نعرف أنه هو في دورته الثامنة اليوم ما شاء الله. فشو جديدكم هاي السنة؟ نحن عادة نعمل يعني نركز على خلنا نسميه يعني ثيم معين أو يعني معين محور أو معين محور. نعم. محور معين. السنة كان المحور طبعا هو محور تسليط الضوء على الإمارات. طبعا عام القراءة أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن عام 2016 هو عام القراءة. نعم. وتأكيدا على هذا الموضوع، المهرجان وهي دعوة طبعا للجميع لكل من يحب القراءة. المهرجان فرصة لتعزيز هذا الدور طبعا، وكوننا نحن يعني بعدنا في بداية السنة يعني فهي فرصة لتعزيز هذا الدور. بالإضافة إلى ذلك المهرجان أيضا يؤكد على مبادرة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة تحدي القراءة. وتحدي القراءة العربي طبعا موجه للأطفال وأطفال المدارس، وبالمناسبة لدينا برنامج متكامل لأطفال المدارس وبرنامج متكامل للأطفال بشكل عام وللأمهات بصحبة أطفالهم. رائع رائع جدا. يعني أنتم شملتوا جميع أفراد العائلة أكيد. نعم. اليوم خلينا نتكلم شوي، يعني أكثر من 400 محاضرة وورشة عمل اليوم بتكون حاضرة في قلب هذا المهرجان. اللي إن شاء الله بيستمر لغاية 12 من مارس هذا في الشهر هذا. بنتكلم عن أبرز هاي المحاضرات وورش العمل، شو هي أبرز المواضيع اللي بيتم طرحها إن شاء الله؟ هو أنا لن أحصر المحاضرات لأن هي ما شاء الله تتجاوز طبعاً. 400 محاضرة أكيد. وورشة عمل يعني. نعم. لكن إن جاز التعبير يعني ممكن نركز على مجموعة من المحاضرات اللي تركز على أدب الكتابة. ولكل من يبحث عن فن وأدب الكتابة فهناك من الكتاب ومن الخبراء المتواجدين في أروقة المهرجان ممكن يستفيدون منهم. بالإضافة إلى ذلك لكل من يبحث عن الصحة ومسائل الصحة أو الرفاه الصحي ما يسمى. حلو. فلدينا برنامج متكامل اسمه الورك لايف بالانس أو يسمونه التوازن في الحياة. حلو. عندنا برنامج أيضا للأطفال، برامج للأطفال يعني برامج القراءة للأطفال، قراءة القصص للأطفال، وأيضا للأمهات لفن قراءة القصص للأطفال. نعم. عندنا أيضا لمن يبحث عن العلم وأيضا هو شكر خاص طبعا لمركز محمد بن راشد للفضاء، لديهم ورشة عمل كاملة حول مهمة الإمارات إلى المريخ. نعم. وأيضا هناك من يبحث عن
عن تجارب ناجحة في الكتابة وفي الرواية. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الداعمة للمهرجان أيضا تستضيف عدد من الروائيين الإماراتيين وتناقشهم حول تجربة الكتابة. حلو حلو. اليوم وجود هذه التظاهرة العالمية خلنا نقول للكتاب وللقراءة تحديدا في إمارة مثل إمارة دبي، كيف تجد أن هذا الأمر سيؤثر مستقبلا اليوم على يعني خلنا نقول مستقبل القراءة في دولتنا؟ القراءة مثل ما ذكر سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في خلوة المئة أن اليوم الذي يمر على الإنسان أو يمر على الفرد سواء كان مقيم أو مواطن يمر عليه بدون معرفة أو بدون علم فهو يوم يعني لا يحسب له، نعم يعني بل بيكون يحسب عليه لأنه في هذا اليوم ما استفاد من شيء. صحيح. لذلك هي طبعا لما ليال نبغي نتكلم عن 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 عادة القراءة أو خلنا نقول عن جعل القراءة يعني نمط حياة، نعم نمط حياة أو لايف ستايل يعني نمط حياة، هذه تأخذ يعني فترة، ولكن جيد أن نحن نبث الروح في مثل هذه المبادرات عبر يعني عبر المهرجانات هذه اللي تصبح يعني هي أول الغيث قطرة مثل ما يقولون. فأنتوا بدأتم فعلا بهذه المبادرة خاصة مع وجود الكثير من التحديات اليوم، نعم. مع وجود التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأشياء أخرى قد تلهينا عن القراءة، وهذه دعوة طبعا للجمهور الكريم لحضور المهرجان اللي يكون في الفستيفال سيتي في الانتركونتيننتال فستيفال سيتي لكل من يعني يبحث عن يعني مصادقة الكتاب أو صحبة الكتاب. صحبة الكتاب، نعم أكيد. أكيد. فسيجد أنا متأكد سيجد إن شاء الله سواء كان إذا كان كاتب يعني لا زال في 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 بداية طريقه نحو الكتابة سيجد عدد من الكتاب العرب والإماراتيين ومن مختلف الدول العالم لي يعني ليشبع هذا النهم نهم الكتابة طبعا. ولمن يرغب في معرفة المزيد عن عالم الكتب أيضا سيجد لأن هناك قراءات وهناك حفلات توقيع رائع. مهرجان رائع. متكامل يا ليال مهرجان رائع. متكامل هي دعوة وتظاهرة وكرنفال ثقافي دعوة يعني. إبراهيم أكيد لكل من يتابعنا اليوم أن يتوجه طبعا إلى الانتركونتيننتال فيستيفال سيتي. طبعا بيستمر هذا المهرجان الضخم لغاية 12 من مارس وفيه الكثير والكثير طبعا من الكتب الشيقة والكتب الأدبية والشعرية والثقافية وأيضا غير ورش العمل والمحاضرات. هل في مواعيد معينة لورش العمل والمحاضرات الموجودة؟ مثل ما قلت لك ليال يعني أكثر من 300 برنامج يعني فصعب أن نقول كيف، لكن المهرجان لمعرفة المزيد عن لمعرفة التوقيت. المزيد ممكن نعم. يدخلون على موقع مهرجان طيران الإمارات للآداب وبالمناسبة لدينا تطبيق لمهرجان حلو. طيران الإمارات ممكن يشوفون على الموقع الموجود طبعا تنزيل هذا ممكن التطبيق. يعني تحميل هذا التطبيق نعم. اليوم كل يعني اليوم البحث عن المعلومة سهل جدا بكل تأكيد. نحن نعم. نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المهرجان ويعطيكم ألف عافية على هذه الجهود. إبراهيم شكرا. خادم مدير إدارة تطوير الأعمال في مؤسسة الإمارات للآداب شكرا جزيلا لك شكرا لك وطبعا نهارك سعيد.